وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتحدث في هذه المحاضرة الأخلاقية المباركة عن المجتمع المسلم، عن العبادة والمجتمع. أقول ليس أن العبادة أن تعتكف عن مجتمعك وعن أهلك وعن ناسك وعن ما يحيط بك من بيئة ولا تكون متفاعلا معها، بل أن العبادة هي تفاعل وسلوك حسن، بل هي عبارة عن تفاعل حقيقي ومنافع متبادلة بين الناس. عندما خلقنا الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون متفاعلين في مجتمعاتنا، مصلحين في المجتمع، نافعين للناس، لا أن نعتكف في البيوت أو نعتكف على طقوس وعبادات معينة. كذا عندما خلقنا الله سبحانه وتعالى ورزقنا من نعمه وكمالاته الروحية، العلمية، النفسية، الاجتماعية، المادية، هذا لا يعني أن نكون أكبر من باقي الناس أو نرى أنفسنا أفضل من الباقين أو ننظر بالنظرة الدونية إلى الباقين أو نرى أنفسنا نحن الملائكة والناس الشياطين أو نحن الصالحون وهم الطالحون. كل هذه الصفات والتصرفات التي يجافي بها الإنسان مجتمعه وناسه وأهله هي صادرة من أغوار النفس وقوى النفس الوهمية والشيطانية، من العجب والكبر والافتخار والظلم والبغي أو عدم الإنصاف والحقد والبغضاء والحسد. أما صفات المسلم الحقيقية هي الرفق والتواضع والإحسان والسخاء والبذل والتعاون ويدي مد يدي العون للناس. الحياة، حياة المسلم هي حياة عطاء، حياة تفاعل مع الآخرين وليس اعتكاف وعزلة عن الناس. سبق وأن صاغ لنا الشارع المقدس صفة الإسلام وصفة المسلم وصفة المجتمع المسلم بأساسات رصينة ومنيعة من الخلل ومن أن يدخلها الشيطان ويدخلها الوهم والجهل. وخير صفة وخير مثال وخير أسوة وخير قدوة هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نراه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعامل قومه وكيف يعامل أبناء بلدته وأبناء شعبه عندما يواجهونه بشتى الإساءات وهو يحسن إليهم، عندما ينكروه وهو لا زال يقول اللهم اعفو عن قومي، اللهم سامح قومي إنهم لا يعلمون. وكما حصل مع اليهودي عندما أتاه كان يطلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعضا من المال، فطالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المال، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ذلك المال، فأخبره بأني لا أملك المال في هذا الوقت. فقال اليهودي إذن سأرافقك، سألزمك، سأبقى معك. فجلس اليهودي، لاحظوا أخواني، يهودي ليس مختلف معك بعقائد فرعية، لا، مختلف معك بعقيدة رئيسية، بدين، يهودي مع مسلم.
فجلس عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزمجرون ويريدون أن يضربوا ذلك اليهودي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتركوه، إنه ضيفي. قالوا: يا رسول الله، قد حبسك. فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإساءة إلى ذلك اليهودي، حتى إذا أصبح الصباح فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم ذاك؟ يعني كيف أسلمت؟ قال: أنا عندما لازمتك أردت أن أعرف هل أنت النبي المذكور في التوراة بأنك السخي لا جهول ولا ظلوم إلى آخره من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن أمير المؤمنين يقول وهو يصور أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى مثله قبله ولا بعده. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يا أولي الألباب، إخوتي أخواتي أعزائي إخواني المؤمنين المسلمين، نحن الآن أمام شاهد تاريخي من أفضل الناس، من قدوتنا، من سيدنا، من مولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعامل يهوديا؟ ما بالنا اليوم نختلف ونتباغض ونتعادى فيما بيننا، في حين نحن في كثير من الأمور متفقون بها، على خلاف ذلك اليهودي الذي عامله النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الإسلام. إذن المجتمع المسلم مثاله وقدوته وأسوته والصورة الواضحة والمثال الواضح له هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر سماحة السيد الأستاذ مربينا الفاضل في صفات المجتمع المسلم، حيث يقول في العبادة والمجتمع، يقول: قد صاغ الشارع المقدس العبادة بطريقة جعلت منها في أغلب الأحيان أداة ووسيلة لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، والتأكيد على أن العلاقة العبادية ذات دور اجتماعي في حياة الإنسان، يعني ليس فقط عبادة بل هي دور اجتماعي تفاعل مع الناس، ولا تكون ناجحة إلا حين تكون قوة فاعلة في توجيهها أو في توجيه ما يواكبها من علاقات اجتماعية توجيها صحيحا. فالإنسان لم يخلق ولم يوجد أساسا إلا في محيط ونسيج إنساني عام لا ينسجم ولا يحفظ كيانه إلا مع تعاليم القرآن. وفرع تلك العلاقة بين العبد والعبد إلى نقطتين: الأولى حب الآخرين، فكل مسلم بل كل إنسان مطالب بحب الآخرين وعدم حمل الحقد والضغينة في قلبه عليهم، ويلزمه أن يترجم ذلك في إحساسه وسلوكه، فيتألم لآلام الآخرين ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. النقطة الثانية: حب الآخرين يستلزم السعي في حوائج الآخرين، وهذا القانون يمثل الترجمة الخارجية والتطبيق العملي الواقعي لما أحس
وشعر به تطبيقا للقانون الأول. وقد تصدى الشارع المقدس ممثلا بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ترجمة هذه العلاقة، في ترجمة هذا الحس والإحساس الداخلي والشعور بالآخرين، كما تعامل مع بني أمته من المسلمين وغير المسلمين، وكل من خالط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل من عرفه أحبه. وكما في تصدي الشارع المقدس لتهذيب سلوك المسلمين، كذا تصدى الأئمة الأطهار ومنهم أمير المؤمنين وسيد المتقين، حيث عندما أتاه الضيف هو وابنه، فبعد تناول الطعام قام أمير المؤمنين وبيده يصب إلى ضيفه، فتمرغ الضيف في التراب واستسمح من أمير المؤمنين أن لا يكون هو من يصب الماء على يديه، إلا أن أمير المؤمنين رفض ذلك وقال لا هي الضيافة. ثم أمر ابنه محمد بن الحنفية بالصب إلى ولد الرجل وقال لو أتاني هذا الولد وحده لصببت له، ولكن أبى الله أن نساوي بين الوالد وابنه، فالوالد صب للوالد والولد يصب للولد. وكما ورد في الحديث عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يا لها من قاعدة، كم نحب أن يحسن إلينا، كم نحب أن نعامل بإنصاف وبعدل وبإحسان وبرحمة، أن نعامل بود بحب بعطف، فكما نحب أن نعامل فلنعامل. وكما جاء عن أمير المؤمنين وسيد المتقين في وصيته لمالك الأشتر رضي الله عنه، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. وورد أيضا في وصيته لمالك الأشتر يقول عليه السلام وأنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إن لا تفعل تظلم، إن لم تنصف الناس تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المظلوم وهو للظالمين بالمرصاد. هذا، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المؤمنين الصلاح والرشاد، وأستغفر الله ربي لي ولكم.